السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير، وهذه غبره طويله ثاني غبرت عليكم والله الا غير البنات. كنت مسافره وملي رجعت ثاني طحت بالمرض. عارفين دابا هاد النزله اللي ولات كلشي مريض كلشي كيكحب، الله يشافي الجميع ان شاء الله. نزل لكم واحد جوج الوصفات فحال هكا ديروهم الناس اللي مرض بالرواح وهاد البرد. والله يشافي الجميع يا ربي. الحمد لله انا وليت لاباس هاد الايامات الحمد لله. فما نجي نسجل لكم شي فيديو كنلقى ان صوتي ما مسموعش نهائيا في الفيديو، حقاش كيكون مبحبح وما واضحش. وعارفين اصلا انا صوتي قليل كيكون في الفيديوهات، ديما تتشكاو من الصوت، ولكن هادشي اللي عطى الله البنات. ان شاء الله تيسهل الله وناخذ شي كاشي ميكرو اللي يقدر يوضح الصوت اكثر، حيت انا صوتي هكا يعني هكا داير. المهم البنات، ان شاء الله اليوم غنتقاسم معكم عيد ميلاد ولدي. الحمد لله والشكر لله يا ربي، راه كمل عام. الله يخليه ليا والله يخلي لكم وليداتكم ويخلي لكم معزاليكم يا ربي، واللي بغات الدريه الصالحه يا ربي ترزقها. عيد ميلاد اللي هو بسيط جدا. نوريكم شنو شريت ليه الا بغات مثلا شي حاجه شي وحده دير عيد ميلاد وليداتها. المهم تستافد شويه، ضروري ما تخرج من الافاده في هذا لا فيديو. بالنسبه لعيد ميلاد ولدي البنات، كانت واحد اختي 6 سنين هذه ما شفتها، جات من الغربه ومشيت شفتها عند الوالده ديالي في مراكش يعني. وسبحان الله العظيم تما جات مع تاريخ ديال عيد ميلاد ولدي، ودرتو ليه تما عند جده. المهم احتفلنا به حيت كانوا زعما الدراري كانوا وليدات، يعني احسن انه مثلا يحتفل غير بوحدو، حيت هنا بوجدرك يعني غير هو بوحدو، ما يعني كنعرف حد ما تنعرف يعني ما غيجي عنده حتى شي حد، يعني احسن ليه يديروه في واحد الجو عائلي احسن. المهم كتب ليه الدار ليه تما، وملي رجع درت ليه ثاني احتفال، واحد الاحتفال بسيط ثاني مع باه. جبت نفس الزينه نفس كل شيء، نفس الديكور نفس كل شيء، وعاودت لهم ثاني طاقه اخرى. ان شاء الله كل شيء غتشوفوه معايا في هذا الفيديو. سمحوا لي الا طولت عليكم، غير بغيت نوضح لكم شنو غادي تشوفوا في هذا الفيديو. خديت البنات هذه والله ما عرفت واش ب 15 درهم ولا 10 دراهم ما عقلتش. هذه مكتوبه فيها عيد ميلاد سعيد بالانجليزيه، كتجي طويله لصقه طويله. دابا شوفوا ان شاء الله في الفيديو من اللي لصقها. وخديت هادو اللي تتشعل فوق منهم بحال واحد الشراره تتشعل فوق منهم كيتحطوا فوق الكيك، هادو راه معروفين حتى هما. خديت كل واحده بخمسة دراهم، هادشي كامل تقديت من محل خمسة دراهم. خديت ليه الشمعه اللي فيها رقم واحد بحكم هو كمل عام الحمد لله والشكر. وخديت هادو لبسوهم الدراري الصغار، خديت منهم الغوز للبنيتات والزرق للولاد. ما لقيتش لهم دوك القبعات، ما لقيتهمش، ما كنلقاهم مشرقين محيده ليا بلاستيك. المهم خديت لهم هادو بالتحسن، خديت هاد الطبيصلات هادو مع الكيسان ديالهم. اختاريت هاد الديم هادو في الزرق بالحكم هو زعما وليد، اختاريت ليه الزرق. صافي هادشي اللي خديت البنات. خديت منهم جوج كل وحده قمت عليها ب 15 درهم، وزدت هاد الطبيصلات هادو ومعلقات. صافي هادشي اللي خديته البنات. باش نزوق خديت هنا النفاقات في الزرق، خديت هكا الخضر نهرس بيه، وخديت هادو باش نكتب ليه سميتو. هادي راه كل رورو تقام عليا ب 5 درهم. غادي ندوزو دابا نصايبو بوب كيك، انا تنصايبو انا وخصي في الكوزينه. خديت لكم مع بعض اللقطات ديال هاد العيدان هادو ديال العصر. من بعد غنقطعو ليهم هاد، من بعد ان شاء الله نقطعوا لهم هذا العباس هادو باش ما يبانوش، راه حيت ما لقيتش انا الاصليين ديال بوب كيك. وغادي نزوقوهم بالفيرميسيل والشكلاط الكحل. بالنسبه لطريقه التحضير ديال لي بوب كيك، راه كاينين بزاف ديال الطرق في اليوتيوب. بالنسبه ليا انا خديت واحد البسكوي وما صدقش ليا، واخا درت ليه الشكلاط ودرت ليه العسل ما تجمعش ليا. من بعد كما قلت لكم البنات، هنا تنسجل صوت في البيسي لحقاش ما خلانيش ولدي نسجل في التليفون. المهم قلت لكم اللي درت انا البسكوي ما تماسكش ليا، داكشي علاش مشيت انا واختي واحد الطريف ديال الكيكه كان في الثلاجه زدناه، وعاد تماسك لينا الخليط مزيان، وجاونا كويرات هما هادو درناهم في هاد العيدان ديال العصر. كما قلت لكم وقطعنا لهم هاد اللعيبات هادو اللي لتحت باش كيجي الديكور ديالهم زوين. نتوما يقلبوا على هادوك
اللي تلصقوا فيهم الكوب كيك راه تلقاوهم، راه موجودين هنا غام من سوء الحظ، زعما ما لقيتهمش ذاك النهار. وصافي هادي بانيس بهادو، صافي ولدي، ودي بانيس بهادو كيما قلت لكم، ولا بغيتو ديروهم يصدقوا لكم من الثقل، ولا ما ديروش البسكويت، ديروا الكيكه النيشان، راه كاينين بزاف ديال الطرق ديالهم في اليوتيوب كيفاش كيتصايبوا. صافي وكتزوقوهم بالشوكولاتة، اي نوع الشوكولاته تتحلو، انا كناخذ بزاف كالا كيعاودوا عليها كالا زوينه، كتصدق في كل شيء سواء البيض ولا الكحل. انا خديت هنا الكحل هو باش زوقت، والفيري بيسيل ملون، تذوقوا باي حاجه بغيتوا، كل وحده والجهد ديال هذا. راه تعجبوا بزاف الدراري الصغار، تحمقوا عليهم كيجيو حتى الديكور ديالهم في الطبله ديال عيد الميلاد زوين. وبالنسبه لهنا جيت لقيت اختي تصايب ليا فهاد هادو، تتعطاو للدراري الصغار من سيسالي لعيد الميلاد. جبت ليهم هادو، كل باكيه تقامت عليا بخمسة دراهم، خديت تقريبا ما عرفتش شحال، واش ثلاثة ولا أربعة، المهم هكا مختلفين. وكبيناهم في واحد جبانية كبيرة، خلطناهم ودرناهم في هاد الشاصيات هادو ملونين مع ربيطات ديالهم. صافي وخليناهم في واحد الشبكة ان شاء الله، دابا حطيناهم في واحد الشبكة هكا كيبان الديكور ديالهم زوين، شوفوهم ان شاء الله في الطبلة ديال عيد الميلاد. هذا هو التزيين اللي درت ليه في الحيط، كتبت ليه سميتو بديك السنتة اللي وريتكم بالزرق، سميتو يحيى الله يحفظه لي ويحفظ لكم وليداتكم. ودرت هذيك اللي مكتوبة فيها عيد ميلاد سعيد اللي وريتكم قبيلة، ونفخت هكا زوقت بهم بشكل عشوائي. المهم واحد التزيين اللي بسيط وغير مكلف، تقدروا ديروا اي وحدة. وبالنسبة للمائدة هي هذه، بالنسبة للاطارت راه جبتها من المخبزة، صوبوها ليا. كنت غنصايبها في الدار ولكن لضيق الوقت ما بقيناش صايبناها، جبناها غير من الباتيسري، ودرنا دوك الطبيسلات مع الكيسان ديالهم مع المناديل ديالهم، ودرنا كذلك هذاك بوب كيك اللي صايبنا درناهم في الطبيسلات. كنا حطيناهم في الكيسان ولكن ما جاوناش في الكيسان كيطيحوا، وحطيناهم هكا في الطبيسلات باش يجيو للدراري الصغار ساهل يهزوهم بلا ما يبقاو يهزو زعما الحاجه وترون، هكا ساهلين يتهزوا. درنا كذلك بيتزا صغار ما شاركتهاش معكم، لحقاش العجينه ديال البيتزا خديتها هكاك جاهزه، غير عمرناهم جاونا ساهلين. صافي عيد ميلاد اللي هو بسيط جدا، ونخليكم مع المقتطفات، غتشوفوا كذلك لاطارت اللي صايبت ليه مع باه ملي جيت عاودت لهم ثاني عيد ميلاد اخر، ونخليكم مع المقتطفات ديال الفيديو، ونخليكم كذلك مع الهدايا اللي جابوا لي خوالاتو. الله يجازيهم بالخير، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف. يحيى شوف يحيى، هاك هاك ماما، ها ها ماما، ها شوف ها يا حيد حيد يا يحيى، حسيت السنجل ده صغير، صغير صغير.
بنت. كيف قلت؟ سألت الدكتور.